منذ عام ونيف والمتظاهرون في ساحات التظاهر يطالبون بأبسط حقوق العيش، ترافقهم أصوات الموظفين بالرغم من القرارات الحكومية التي تعيق تطلعاتهم، ليبتكر المتظاهرون في ساحة أحرار كربلاء مبادرة تمثلت بنصب خيمة خاصة بالموظفين والمتقاعدين. بعد عجز هذه الطبقة السياسية كاملة عن تنفيذ المطالب وحتى عدم توفير الرواتب للموظفين، اليوم الموظفين لديهم هنا خيم في ساحة الأحرار في كربلاء، والحقيقة باتت مطالب الشعب العراقي واضحة، وهو إسقاط كافة هذه الطبقة السياسية بكاملها ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين قتلوا شهداء ثورة تشرين. تتشارك حناجر المواطنين من موظفين ومتقاعدين وعمال وكسبة وطلاب من مختلف انتماءاتهم وطوائفهم الهموم والطموح في هذه الخيمة التي خدم ساكنوها العراق بشبابهم، ليكون حصاد ثمارهم تأخير صرف رواتبهم وحقوقهم، وليستقر بهم الحال في هذه الخيمة التي تمثل لهم الوطن الذي لم يعد لهم فيه حقوق. هاي الخيمة خيمة الموظفين والمتقاعدين تبرعوا بها شباب ساحة كربلاء الأحرار مساندة الموظفين والمتقاعدين اللي ساندوا الثورة فيما سبق، والبعض من عندهم متبرع براتبة لأكثر من شهر مساندة للشباب حتى نخلص من الأحزاب، وكنا احنا بمركب واحد. الحكومة والأحزاب في كل ضائقة مالية تلتجئ الموظف في الاستقطاعات وتأخير الرواتب، وبالتالي تلتجئ الضر الكاسب وضر السوق عامة. خيمة المتقاعدين هاي أول مرة، وبعدين هي لازم متقاعدة وكل متقاعدة وياهو شباب وشياب قاعد يجوا لي هنا يدافعوا لأجل الوطن، ولا شيء غير يردون حق الشهداء، يردون المتقاعدين زيادة، الرعاية الاجتماعية زيادة، عندك تبليط مستشفيات، عندك مو كل بوق يعني. انتوا جيتونا من 2003 لحد الآن، جيت للسرقات المصريين علينا. شهور عدة والفقير يتصدر ساحات التظاهر بالوقت الذي كان الموظف الحكومي يملك راتبا يقتات به، اليوم وبعد تأخر رواتبهم تتساوى المعاناة بينهم دون تغيير، ليكونوا في مركب واحد في مستنقع الفساد. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.